ناطرني؟ اوبا هلا والله ناطرك ناطرك. صراحه ما كنت ابي اسوي مقدمه كثر ما ابي العبد يكون في وياي بالمقدمه. ابي الحلقه كلها عبد الله عبد العزيز المسلم مشاري مجيبي. اليوم ان شاء الله راح يكون ويانا الضيف الجميل عبد الله عبد العزيز المسلم والابو الجديد. اي مستجد. ايش عندك يا الجمعيه؟ ابي الحفاظات وين؟ ابو الجديد والله. يلا يلا يلا. اليوم معي عبد الله المسلم. عبد الله الحين انا بتكلم. قبل انت كنت مأذي ابوك، الحين بسولف عن اجواء رمضانيه. حلو. فقبل يعني لما كنت الوالد هو اللي الله يحفظه استاذ عبد العزيز المسلم، فكان هو اللي مشل البيت، هو اللي ضبط الدنيا. الحين انت اكلها يا حبيبي. قلت له اثنين برنجلز. حلو. انت الاثنين زين. شوف العود. اي قول لي شنو اختلف يعني قبل لا تتزوج والحين بعد ما تزوجت وما شاء الله جت لك بنت صح؟ ايه سميتها منيره. منيره والله. ابو منيره والله والنعم. شوف العود. قبل انا بالبيت يعني بس لحظه هذا اول حفيد. ايه حلو. زين. قبل ماكو التزامات نفس الحين. يعني قبل انت تعتمد شنو يقطون بالثلاجه تاكل صح؟ عرفت؟ الحين لما تتزوج يصير عندك انت بيت داخل بيت. اي فيصير عندك مطبخك صح. فشنو انت الحين بتحط بمطبخك علشان انت حزه ما انت يوعان ما راح تطلع برا البيت. صح صح. قط المطابخ قبل ما يصير. خلاص خلاص خلنا نوفر. اي صدقك. انزين. فالحين شنو تبدي الماتش البيت؟ طبعا تبلش اندومي. حلو. اي هذا اول ايام. اي جديد. اندومي زواج جديد. نقت اير فراير. السوالف السهله. يعني الحين احنا واصلين البشاميل. زين. ممتاز. حلو. انت بس ما جربت يعني تطبخ عبد الله؟ بلا مره احترق مطبخنا. لا 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 والله. شنو كنت قاعد تطبخ؟ مسكينه ادتي ما كانت تمشي بس يوم ركضت. لا الله يحفظها ان شاء الله. زين شلون شنو صار؟ ما ادري. قطيت. انت كنت قاعد تطبخ؟ اي قطيت زيت. مع ان ابوك طباخ. زين ليش فيك انت؟ العود ما يدري حزتها. زين. لا يدري يقفل المطبخ. لحظه هذا المطبخ العود مالكم اللي في البيت ولا مطبخك انت؟ لا قبل لا اتزوج هذا وانا ياهل يعني تقريبا 14 سنه. ممتاز. عبال الحين هالايام يعني. لا زين. هالايام حيل داير بالي. شنو سويته؟ حطيت زيت. كان في رمضان؟ اي. حلو. كنت فاطر بس كنت صغير. مريض. كنت مريض. صريح. زين. فبيض طال عمرك مع الزيت وكذي فطلع دخان. كان اقوم احط ماي. ممتاز كان تولع الارض. زين. عرفت؟ ولا يدتي تشم الريحه وتركض حق ابوي الديوانيه. بسرعه المطبخ احترق. المطبخ شلون؟ سبرنت. انزفيت يومها. انزفيت. حرمت مطبخ كم سنة. حلو. زين. بس لما تزوجت الحين اضطريت. يعني مثلا عندك ساعات تكون المرأة بالشهر التاسع يعني تعبانة شي ما تقدر هي تشيل لك ولا تحط لك أو الأكل. قاعد تتنسى. هذه الأيام. تنسى. في عصير اسمه أويسس يمكن. زين. مو موجود بالكويت. اي. طلبته من لندن. زين. اي والله خفت الشعار يطلع على بنتي يا معود. سويس زيني. زين. يا حبيبي. ويبتلع طبعا. اي يبتلع. حلو. زين. اجواء رمضان يعني الحين نبي نعرف مثلا بيت استاذ عبد العزيز المسلم الفنان عبد العزيز المسلم وعياله اللي موجودين وياه. ابي اليمعه المسلم وين تكون دائما يعني في بيت في عندكم بيت تجمعون فيه مثلا؟ اي احنا حق رمضان اتكلم. احنا كلنا اوريدي طبعا. اترك عنك العاده السنويه اللي يسويها. اي مالت العزيمه. اي العزيمه اللي يسويها طبعا. لا احنا عاده لان احنا عايشين بيت واحد. حلو. فماكو يعني بيت نتجمع فيه. احنا اوريدي متجمعين. اي بس اللي يختلف برمضان طال عمرك ان احنا لازم نتجمع على الفطور. يعني ما تطلع برا. لا ما تنعزم برا. اذا عزمت برا عندك ربعك انت ما شاء الله فنانين وايد. كتاب اذن من العود. لا حبيبي. زين. الا السفره. اي حلو حلو. نتجمع فيها نقعد ليه ما بعد الفطور. حلو. هني الدقه تصير. اي ان ابوي يقول لي اقعد اشرب شاي قهوه كذي نروح المسرح. ليش ما جيت شغل متاخر؟ حلو حلو. فهو يعني قص عليك. إيه وبعدين راح هناك يقعدني بالبيت ويوهقني بالمسرح. يعني 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 كل سنه انتم ما شاء الله عليكم يعني انتم تشتغلون قبل الفطور قبل يعني لاني انا اشتغلت مثلا مع الوالد. اي مبلا. فكنا نشتغل قبل وبعد. فالحين هذه العاده للحينها موجوده. اي بس سواء برمضان يعني برمضان بعد. بعد اليمعه يعني. فهمتك. إيه؟ لا هي تختلف هالسنه بالذات لان احنا نازلين عملين يعني نازلين مسرحيه اطفال وينزداي. ممتاز.
ومسرحية كبار السحر الأسود. حلو. فراح يصير عندنا اليوم مقسوم نصين يعني قبل الفطور. أنت وين بالضبط؟ أنت مخرج هناك في وينزداي؟ نفس الشيء مخرج هني. آه. إيه بس مخرج فني. إيه حلو. إيه مو المخرج الأساسي، المخرج الأساسي. نقدر نقول مخرج منفذ يعني. تقريباً إيه هي كذي بس مخرج فني تصير له الصلاحيات أكثر. صحيح. راح يكون اليوم كله برمضان مقسوم نصين ونصه البريك مال اليمعة هذا صح الفطور يس اي نعم. يس يس اي فانت راح تكون ممثل وين بالضبط في السحر الاسود بالاثنين شلون بالاثنين بمسرح واحد بمسرح واحد راح اعرض الساعه 4 ونص دي الساعه 7 ونص السحر الاسود فراح يكون بس عرضين باليوم إيه احتمال السحر الاسود اذا الله وفقنا فيها تصير 7 ونص و10 ونص اي فيصير ثلاث عروض مسرحية أولها طفل اثنين كبار في نفس المسرح؟ إن شاء الله نفس أي مسرح بالضبط؟ نادي القادسية نادي القادسية فراح تكونوا أنتوا اثنينكم في نفس المسرح يعني مسرح هني ومسرح هني مثلا؟ لا لا ستيج واحد حلو متفق الديكور أنه يكون على ثيمتين آه ممتاز حلو أي يعني تحط ديكور سريالي ما يحدد لك المكان واللوكيشن أي وأنت من خلال قطع ملوتك الديكور أي تحدد اللوكيشن حلو ممتاز أي هذه فكرة حلوة للأمانة إنما نشوف إحنا الولد يخرج يعني مسرحية وبنفس المسرح والأبو يخرج مسرحية بنفس المسرح فهذه الفكرة حلوة للأمانة أنا حبيتها هذه أعتبرها تفريغ طاقات والله يعينها أم عبد الله أوه لأنها تسوي الفطور وتنطركم كذي إنه وينكم يا جماعة سريع سريع وأنتم بروفات إي والله بلشتوا بروفات طبعا بلشنا وينزداي إي لأن الطفل أصعب تدري أنت مشاري خبرة بالطفل صح الطفل أغاني وتكنيك وحركات وهذا عدل وإن شاء الله الكبار يعني الحين عندنا أستاذ أود حسين بالوقت الحالي بالتاريخ اليوم نعم. اللي هو يمكن كم ثلاثة إحنا اليوم إحنا الحين يعني أنا ما نتكلم لأن إحنا أوريدي برمضان برمضان يعني. تدريبات أستاذ أود حسين مع أستاذ ساحر حسين نعم. إن شاء الله لما يرجعون بالسلامة وأتوقع بهذا الوقت اللي فيه اللقاء راجعين هما بإذن الله وياهم أنا راجع ايه يا صح يا يا حبيبي زين يعني طبعا مشاري مجيبل مشارك في عمل الاستاذ هود حسين وانا اعرف التعب والجهد اللي ينبذل خصوصا في رمضان يعني خصوصا برمضان وكويت بوظبي بوظبي كويت اي صحيح صحيح صراحة يعطيك العافية الله يعافيك يا حبيبي الحين احنا عرفنا الأجواء الرمضانية دائما في البيت وخصوصا الوالد أو الوالدة ما يرضون انكم تتفطرون برا إلا داخل البيت داخل البيت عرفنا الأجواء في بيت المسلم المسلم بس الحين بنعرف الأطباق الرئيسية بس خل نروح مكان ثاني شوي هناك ونسولف يلا 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 الحين بنعرف الأطباق الرئيسية طبعاً الوالد ندري إنه هو يطبخ نعرف الوالد الله يحفظها رسامة صح؟ إيه ترسم إيه خريجة المعهد العالي في الفنون المسرحية ديكور آه ما شاء الله والحين أنت خريج الأبو الحين نقول الوالد الأستاذ عبد العزيز مسلم خريج المعهد العالي في الفنون المسرحية والوالدة خريجة المعهد العالي في الفنون المسرحية وأنا وأنت ومنو بعد؟ الحين محمد سالم أخوي بالمعهد سالم ديكور حلو ومحمد نفسنا تمثيل واخراج حلو محمد اي سنه اثنين وثانية ما شاء الله مع بعض ما شاء الله زين والله برافو اي والصغير المكسيكي للحين مو تعرفين توجهه ديني للحين يعني زين والله يعني زين برافو يعني على الفكر هذا بس الحين بنعرف احنا الاطباق الرئيسيه اللي الوالده تطبخ مثل ما قلت تطبخ اي بس نبي نعرف الطبق الرئيسي يعني كل فطور تلقونه موجود حتى لو ما حد يطلبه شوف أنا غرامي المكبوس لحم مكبوس لحم يس أبي الطبق الرئيسي اللي يطيح يا جماعة ترى هذا الطبق الرئيسي أنت من تي تدري أنه موجود تشريبه 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 حبيبي تشريبه دش بنية طالعك كذي أنا تشريبة كلام أنت بخير تشريبة شنو تحبون؟ اللحم تشريبة اللحم أوه شنو مكوناتها؟ لأن في ترى كل بيت يختلف عن الثاني أنا اللي أعرفه خبز كنا ذايب شيء كذي يعني شوف هو يا رقاق يا شو اسمه الخبز الايراني اللي نعرفه اتوقع رقاق بس ذايب حلو اي عرفته مع اللحم والبطاط والدنيا ايوه يا وعدني يا معود تكفى تليفوني رن تليفوني رن تليفونك رن انزين فانت قلت لي ان اللحم انت تشريبه لحم هي
وكبت يدتي الله يرحمها. الله يرحمها. يسوونها بطريقتها. ايه. فهذا اساسي. كبت شنو بالضبط؟ يقول لك في مثلا والله احب كبت كبه باللبن او كبه اللي لا داخلها كنا لحم. ايه هو اللحم طبعا موجود. ايه. بس في يقول لك مثلا في كبه باللبن وفي الكبه العاديه اللي احنا نعرفها. انت اي واحده بالضبط؟ البيضه ولا شو اسمه؟ البيضه تصير لونها صفرة شوي. ايوه هذه البيضه؟ ايه تعض لحم. ايه هذه الكبه باللبن. هذا اللي انا اعرفه. الكبه باللبن اللي هم يحبونها. انا كصوره ايه؟ وطبعا ملك الموزاريلا. انت؟ اوف. عشان تحرق الباستا. اوف. اسهل شيء بالبيت. شوف احنا اليوم راح نتسوق، راح نشوف شنو الاشياء اللي انت تحتاجها خصوصا في رمضان. ما نبي نتكلم الحين عن البيت الكبير، نبي نتكلم عن البيت اللي توه بادي. الميني بيت. ايوه الميني شوف بيت. شوف الروب انا ما اكل عيش الا مع روب. على طول. على طول لان الروب يخليني عقب العيش عادي اقوم امشي ما احس بثقل وهالامور هذه. عادتك تاكل وايد عبد الله؟ اي بس وجبه واحده باليوم يعني. تلقاني طول اليوم حارق نفسي قهوه وشغل شغل شغل، ارد بالليل طبعا مو زين هذا كلش مو زين. اي بس هذا اللي داير معي. ارد البيت بس لما اكل وايد احس بتخمه ويكون اخر يومي انام. اي فهذا نظام غذائي سيء اللي قاعد يصير معي. صح بس هو كذي لان انا ساعات مثلا اروح والله مثلا رحنا فايف جايز كلينا برجر كذا. اي ما راح يصير فيني الطاقه اللي اروح بروبا اشوت. صح يلا شباب باور كذي فالعادة ما أكل. أي. بس لازم أكل يعني. زين وشلونكم مع اللبن؟ أي لبن بالضبط؟ أنا ملك اللبن بس أكتيفيا هو اللي حتى البيت؟ إي أنا أمي تأخذ أكتيفيا على طول. ها؟ إي على طول لأن زين حق الهضم. والوالد؟ الوالد يأخذ هذا بتعرف مال أي واحد شوفه؟ مال البعارين. إي عرفت هذا. عرفت موجود شايف مال الوفرة. مال الوفرة. أيوة مال الوفرة هذا ترى كل الأبهات ياخذونه. اي لانه يقول لك فيه هذا فوائده اكثر ويخلونه يعني يخلونه شوي صح فتره فوائده اكثر. يقول لك كل ما ينتهي كل ما يصير احسن فوائده. أيه لان البكتيريا البكتيريا اي البكتيريا النافعه عدل او الضاره والله ماني عارف ما ابي افتي بصراحه يعني. لا بس هو هم لهم الكبار طريقه يعني لك بالبوب كورن والله حق هذا بعد الفطور. اوه بعد بس بعد الفطور وين معود لك حيل. لا هذا الفير مسلسلات حبوي حلو قبل المساك. شوف هذا هو؟ لا هذا شوف جبن انا اخذ الناتشرال وازيده ملح. اوه اي هذا يجي طبيعي. يمكن في ثلاثة او اربعة داخل. هذا لايت بعد ترى. احسن هذا لايت احسن. الثاني مو لايت. اي هذا مع جبن. في بعد اشياء يعني المشاريب اللي تنزل مثلا عندكم في يعني داخل السفرة شنو نوع المشاريب؟ شوف اللي ترند برمضان تانك اوف زين وعندك الفيمتو. شوف الحين على يمينك تكفى تشوف شيء احس فيه قاعد احس فيه عنابي صح عنابي في اثنين شوف زيرو شوف هذا زيرو هذا دايت هذا شوف اقرا اصدمني دايت اي هذا دايت بدون سكر وسعرات حراريه ولا اي شيء. أوكي. والثاني كاهو هذا هو. في ناس تحب الثاني انا احب الثاني بس فانا بيك تجرب الاثنين ايش رايك؟ اي بقيت الاثنين. اي من مسوي دايت عندكم في البيت؟ ابوي. حلو اخذ له واحد. اي ومنو بعد؟ واختي وزوجتي. حلو يعني ناخذ اثنين حقهم زيرو واثنين عادي. ايه يعني هذا زياده العادي واحد. حقي انا العادي حقك انت. اي خذينا واحد وها خذينا اثنين دايت واثنين عادي. واريزونا بعد اريزونا تحبه. اي اختي الصغيره تحبه. بعد حلو. ايه زين خذ لها اثنين شنو؟ اي والله تصدق ترى ملكه سلطان اليوم متكفله انك تاخذ اي شيء فري حقك. والله اي والله مدلعينا يعني. اي طبعا طبعا فعليك بالعافيه باي شيء انت تاخذه. بس راح نرجع عند الموزاريلا شوي. لا ما عندي ترى ما عندي اي مشكله. ما عندي اي مشكله نروح حق الموزاريلا. راح نروح مكان ثاني ونسولف عن اشياء شيء جدا جميله. يلا هلا ونعرف عبد الله المسلم اكثر. يلا يلا الحين الاجواء الطفوليه هذه الشغلات حق الاطفال شنو يقول لي؟ يلا اخذ اكثر ركن ما كنت احس فيه الحين حيل احبه. شوف الهاد شنو تعال يلا خذ لها عندك هذا. حلو مهم عشان بعد ما الحمام تخلص. زين يا حلوه. اي والله كم عمرها الحين؟ الحين شهر وداشه على شهر ونص. وشنو نوع البامبرز اللي تاخذها لها؟ عندك هذا اللي مكتوب عليه كم لازم اديك تليفون. لازم اديك تليفون مو حافظ في الرقم اللي هو اي على الكيلو من 3 إلى 4. من 3 إلى 6. من 3 إلى 6. اي بس انتم تاخذون هذا ولا في واحد ثاني؟ كومفورت. وينه؟ يا سلام. بس هذا لا حجم كبير. اي هذا اروح اصغر. اي 5 لتر.
هذا كنا وينه؟ هذا بامبي. بامبي نفس اللي خذيته ترى. نفسه. لا لازم اجيب مرتين. اخذ شيء إيه لازم تجيبها. اجيب مرتين. هذا هذا. وعلى الراحة. هذا هو؟ من 2 إلى 5 زين. حطه. 28 يعني كم يوم؟ أبو أبو خلاص أبو أبو. بس قاعد أسوي. أوه تعال تعال تكفى. أنا بهالمكان كنت راعي. ما شاء الله أنت عندك بعد. أنا ملك التكرمون. شنو 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 ال. عندي تكرمون كلبين نفس النوع. ممتاز الجولدن. الجولدن ولابرادور وعندي القطاوة السوداء وينها؟ موجود موجودة ملكة السوداء. مو مأذيكم في البيت؟ لا بس أنا عازلهم عن الياهل. حلو. إيه يعني مخلي القطاوة غرفة. والياهل غرفة لين شوي تكبر تطعم الياهل. تصير عندها مناعة من حساسية تكرم الحيوانات. ونجمعهم على الخير. جماعة بالخير بإذن الله. زين حتى الحين خلصت ماتشة رمضان؟ اي تقريبا. طيبة اهم شيء كله حق منيرة. منور منور. الله يحفظها ان شاء الله. والحين راح نروح الكاشير وقلت لك انا طبعا مركز سلطان راح ما راح اخليك تدفع ولا شيء. حبايب والله تمام مشكورين حبيبي. وانت مشكور يا حبيبي. على استضافتك لي. تعال تحت الحين امشي وياي علشان تحاسب وتدفع بالابلكيشن. يلا اي يلا بينا يلا امشي نرجع قري نرجع قري يلا يلا يلا